حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما. لا تنسى تقول رضي الله عنه. أحسن الله إليك. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني فرطكم يعني سابقكم، فالفرط هو السابق، هو السابق الذي يسبق الناس، يتحرى لهم الطريق ويتحرى لهم المكان المناسب للنزول عند السفر أو البادية في البر، يرود لهم الأرض إلى اختار لهم الموقع المناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم يعني سابقكم إلى الحوض يوم القيامة، وفي هذا إشارة إلى أنه يموت قبلهم عليه الصلاة والسلام، قبل جملتهم، وقد كان ذلك. نعم. أحسن الله إليك. فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني شهيد عليهم ما دام فيهم، ما دام فيهم. أما إذا مضى صلى الله عليه وسلم إلى ربه فالله شهيد عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لكن يوم القيامة يريدون عليه الحوض المؤمنون حقا والمنافقون، فيذاد المنافقون والمرتدون، فيقول: يا ربي وصيحابي إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث وحدك، لم يزالوا مرتدين. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي وعدا وعدا. هو شهيد عليهم في حياته. نعم. أحسن الله عليك. إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. حوضي الآن يعني مثل له الحوض، أو كشف الحجاب بينه وبينه، مثل ما رأى صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الكسوف، رأى الجنة والنار أمامه حتى كاد يتناول قطفا من الجنة، عنقود عنب، فأبعد عنه، وحتى خشي من النار أن تصيب وجهه. الله عز وجل على كل شيء قدير. وكذلك عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر أيضا مرة. والله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا الحوض يوم القيامة يكون يوم القيامة، يوم تبدل الأرض وغير الأرض، يكون يوم القيامة، ولكنه موجود، فإنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر، من نهر الكوثر الذي هو من الخير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، يكون هذا كشف له عن فرعه، زيل الحجاب بينه وبينه، والله عز وجل كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليك. فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم من تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ ما أريد، ومعنى ذلك إن زكوات هذه الجهات وفيئة هذه الجهات وغنائم هذه الجهات ستأتي، وقد جاءت في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم. نعم.